بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مثل هذه السلوكيات التي تمارس على الحكام داخل رقعة الملعب فالمشرع كيأطرها بواحد الشكل اللي هو واضح، وهذه الممارسات اللي مارسها يوسف البليلي على الحكمة اللي كانت كتقود هذه المقابلة هذه فهي ممارسات غير مقبولة، والتعنيف الطريقة اللي خداها من اليد ديالها وجرها فهو سلوك غير مقبول من لاعب دولي. تنظن على أن الحكمة كان أنها تكون حاسمة في هذا الموضوع من خلال السلوك الغير مقبول ديالو والتعنيف اللي عنفها جرها من يده بواحد الطريقة اللي هي غير مقبولة، فكان الحكمة أنها تشر بطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب، لأن هذا السلوك حقيقة الحمد لله ونشكره أنه على مستوى البطولة المغربية مثل هذه السلوكيات ما تنشوفوهاش ولله الحمد، وتنشوفوا أن العكس يعني هذه إضافة لكرة القدم بصفة عامة والكرة القدم الوطنية بصفة خاصة، أنه يكون حكمات يعني اللي كيقودوا مباريات من القسم الوطني الأول ومن الدرجة الأولى. فالسي البليلي كنظن على أنه خانوا السلوك وخانوا التركيز في حسن التعامل مع الحكمة، وبالتالي أعتقد على أن هذا السلوك غير مقبول وأن الصوت ديالي ينضم إلى باقي الأصوات التي نددت بمثل هذا السلوك اللي غير مقبول على الملاعب الكروية. الحمد لله دائما نقول أن كرة القدم الوطنية عرفت واحد المجموعة من البوادر اللي حقيقة من ضمن خلات واحد الصدى طيب على مستوى شمال إفريقيا ولا على مستوى الاتحاد الإفريقي ولا على مستوى الصعيد الدولي. فالمشاركات يعني الدولية ديال الأستاذة والأخت بشرى كربوب اللي صراحة لفتت الأنظار ديال المسؤولين المتتبعين الشأن التحكيمي على الصعيد الدولي، وكذلك بعض المساعدات اللي هما أبلوا البلاء الحسن وبينوا على علول الكعب ديالهم على أنهن قادرات على أنهم يشاركوا في قيادة مباريات في مستوى اللي هو عالي. كنظن إلا بغينا نلقاو حكمات من هذا النوع فخص يكون الاجتهاد، خص يكون المثابرة، خاص يكون يعني الجدية في اتخاذ مثل هذه البوادر وهذه القرارات هذه اللي هي تفعيل العنصر النسوي من أجل قيادة مباريات من القسم الوطني الأول، وكذلك تكون أرضية ديال اللاعبين اللي في مستوى ديال النضج اللي يمكن لهم أنهم يتجاوبوا مع حكمة جات باش أنها تطبق قوانين اللعبة. بالتالي فلما كيكون التكامل ما بين حكمة جاهزة لقيادة مباريات وبين لاعبين في المستوى اللي تيقدروا العنصر النسوي واللي تيأمنوا بالقدرات الممكنة في هذا الباب هذا، فما يكون إلا النجاح كما حصل الحمد لله بالبطولة الوطنية المغربية اللي كنا كنشوفوا أن الأخت بشرى كربوب وكاين يعني حكمات أخريات غادي حتى هما يبينوا على علو الكعب ديالهم إن شاء الله مستقبلا في البطولة الوطنية ديالنا.